مرحبا بكم في درس جديد. في هذا الدرس سنتعرف على مفهوم جديد من مفاهيم البرمجة الكائنية التوجه المهمة. هذا المفهوم هو بوليمورفيزمي، الاسم باللغة الإغريقية. إذا ترجمناه إلى اللغة العربية فسيكون تعدد الوجوه أو ما شابه، وإذا قلنا بالإنجليزية ملتي شيب أو ملتي فورم أو أي شيء آخر. التسمية لا تهمنا، يهمنا فقط ما الذي يقوم به هذا المفهوم. لقد قمنا باستخدام المثال السابق، فقد عدلنا هذه الصنف الأول والصنف الثاني بدون تعديل. الصنف الخاص بالدلفي ديف والذي يقوم بالوراثة من تي ديف، قمنا بتغيير شيء بسيط، ولقد قمنا بحذف الانهيرتد هنا التي لم تكن موجودة أو التي كانت موجودة، قمنا بحذفها فقط. هذا هو كل شيء لا نريد أن تظهر. ثم الآن نذهب إلى الباتن. أول شيء قمنا بعمله هو عملنا array أو مصفوفة جديدة كglobal لكي نتعامل مع داخل كامل اليونت، ونقول لهذه الاراي هنا نقول له أول شيء اسمها dev وهي array، كما نرى إنها ديناميكية لأن عددها غير محدد. ثم نقول له array of tdev، قمنا بإنشاء مصفوفة من صنف تي ديف. هذا أول شيء نلاحظه ونستطيع ونعرف أنه بإمكاننا عمل مثل هذا الشيء. ثم نذهب إلى الباتن، الكود الذي قمنا به، قمنا باستخدام set length من set length length من أجل عمل الحجم أو مدى هذه المصفوفة، والذي قلنا له 4 بمعنى خمسة، لديه 5 أماكن محجوزة. ثم نذهب إلى الكود الرئيسي هنا، نقول له div 0، ثم قم بإنشاء div 0 هنا وdiv 1 وdiv 2 وdiv 3، نقوم بإنشائهم واحدة بواحدة. ثم نقوم بإسناد القيمة delphi أو dev، كل فيل نيم نقوم بإسناده هنا إلى الإيديت أو النص الذي نريده. ثم نقوم باستخدام show fill name والتي show fill name والذي هو الإجراء الذي يقوم بإظهار النص الاسم كاملا، وهنا الفري. دعونا نجرب، نكتب اسم عادي رؤوف ثم نضغط عليها 1 2 3 4 5 كما هو مرغوب أو كما هو الشيء الذي نظنه أن يقوم به. هذا هو الذي قام به. أول شيء في تعدد الوجوه هو أنه يمكننا إسناد قيمة لمتغير من نوع رئيسي والذي هو هذا. هذا هو النوع الرئيسي، يجب أن نعرف بأنه من النوع الرئيسي div هو مصفوفة من النوع tdiv والذي نعتبره هو النوع الرئيسي. هذا المتغير يمكننا إسناد قيمة له من نوع آخر، وهذا النوع يجب أن يكون من الأبناء أو نوع ابن. كما ترون هذا هو أول ما يميز تعدد الوجوه. في هذا المتغير لديه أكثر من وجه، يمكن أن نقول إما وجه خاص بالصنف الرئيسي أو صنف الابن أو أي صنف ابن آخر، لكن يجب أن نعرف أن الديف هذا هنا يجب أو المتغير هذا نعتبره متغير الذي سنسند له القيمة يجب أن يكون معرفا من نوع. هنا عندما نقوم بتعريفه هنا في هذا المكان يجب أن يكون من نوع تي ديف وليس نوع آخر. دعونا نجرب ونرى تي دلفي ديف. إذا قلنا له تي دلفي ديف فإذا جربنا يعني هل يمكننا عمل تي ديف له؟ لا يمكننا، يعني حتى هي لا تظهر هنا ولا يستطيع عملها. إذا جربنا فيعني سيظهر لنا خطأ، لذلك يجب أن يكون من الصنف الرئيسي المتغير الذي سنقوم بعمل تعدد الوجوه له أو الصنف الباز والذي يوجد لديه أصناف أبناء. دعونا الآن نجرب، نقوم بكتابة الكلمة رؤوف ثم نقول له الأولى the div name is رؤوف، the div name is رؤوف، the delphi div name is رؤوف. أول شيء نلاحظه وهو التأقلم معها باستخدام مفهوم الأوفررايدين أو إعادة التعريف. هذا هو أول شيء، أو أنه يمكننا إسناده إلى أكثر من قيمة أو لنوع ابن أو لصنف ابن. الآن دعونا نقوم بتعليق هذا النص هنا، نضغط على كنترول والرمز الخاص بالتعليق هذا، نضغط عليه مرة واحدة فقط ونقوم بالتحديد هنا سبلاش. الآن دعونا نذهب إلى الكود الآخر والذي هو هذا، نضغط على كنترول سلاش
ما الذي يقوم به هذا الكود هذه المرة؟ نقوم بإنشاء المتغيرات مثل الوضع السابق، هنا نقوم بإنشائها فقط ديف أو تدلفي ديف، هذا هو أول مفهوم. ثم نقوم بعمل فري لها، كما نرى هنا قمنا بعمل فري لجميعها، هذا أول شيء قمنا به. والشيء التالي أو الذي يأتي بعد هذا العمل هو أننا قمنا بعمل حلقة تكرارية، هذا هو المتغير A يبدأ من الصفر إلى الأربعة، وتعرفنا على ما هي الحلقة التكرارية. هنا إذا كان الصفر فالفول نيم فسيذهب إلى هذا ويعطيه في حقل الفول نيم، سيعطيه الإيديت 1 ثم يعطيه هذا المتغير. كما ترون يقوم بتقليص العمل بشكل كبير جدا وملحوظ بشكل يعني رائع جدا. إذا قمنا بعملية التقليص هذه الكود تم تقليصه كثيرا، خاصة إذا كانت لدينا الكثير من الأوبجكت، نقول له رؤوف فالكود سينفذ بطريقة رائعة. وهذا الرقم هنا فقط للتعرف على سير هذه الحلقة التكرارية. الآن دعونا نقوم بتجربة شيء آخر، سنقوم بتعليق هذه هنا، سنقوم بتجربة هذا الكود هنا. هذا الكود هو يعني نفسه، نقول له صفر إلى أربعة، وسنقوم باستخدام بولي، هذا الذي هو هنا لقد قمنا بتفعيله، هو عبارة عن إجراء. دعونا نرجع من جديد، هذا إجراء وهذه هي البارامتر الخاصة به. دعونا نعرف البارامتر هذه أين هي. البارامتر الأول هو O استنادا على كلمة Object، ونقول له هو من نوع TDev. البارامتر الأول. البارامتر الثاني هو Text ومن نوع String، نقول له O dot قم بعمل تدلفي ديف، يمكننا نقول تدلفي ديف او دلفي ديف، المهم او ديف عفوا، المهم ان يكون اما من الصفر الرئيسي، هذا اما من الصفر الرئيسي لهذا المتغير يعني هذا هو نفسه، او من الاصناف الابناء. اذا قلنا له تدلفي ديف دلفي ديف هنا، نقول له اعمل له كرييت واعمل له فري هنا، ثم نقول له الفيل نيم الخاص بهذا الاوبجكت، الحقل الفيل نيم الخاص بهذا الاوبجكت مسند لقيمة التكست، يجب ان يكون موجود فيه خاصية التكست. ومن بعدها قم بعمل شو فيل نيم، وكما ترون هنا نقول له بولي، ثم هذا الشيء هنا ما الذي يعني ما هو هذا الشيء الموجود هنا، نقول له ديف. اذا قلنا له ديف فبمعنى اذهب لنا الى المصفوفة ديف، ثم اذهب لنا في هذه المصفوفة ديف، ثم اذهب لنا الى الرقم او العنصر رقم اي، صفر او واحد او اثنان او ايا كان رقمه. فعندما يذهب الى ذلك الصنف او ذلك العنصر فنذهب، فهو عبارة عن وحدة، هذه الوحدة هي عبارة عن متغير من نوع تيدف حتى وإذا كان من نوع ابن. نقول له أن string أو text هو edit one dot text. نجرب رؤوف، وكما نريد هذه هي، يعني لا توجد كلمة أخرى. الكود كما ترون كم كان، يعني هذا هو حجمه الذي كان فيه، كم عدد الأسطر، وإذا كان أكبر فسيكون يعني غير مريح جدا. قمنا في البداية إلى تقليصه إلى كود أقل، هذا هنا يعني قمنا بتقليص هذا الجزء الموجود هنا فقط إلى جزء صغير والذي هو هذا هنا، ثم بعدها قمنا بتقليص كل الأجزاء هذه هنا الى جزء بسيط جدا فقط، واستخدمنا هذه البروسيجر الجاهزة هنا فقط. يمكننا اما اختيار اما دلفي ديف او ديف، او حسب الحاجة او حسب الشرط الذي نقوم بوضعه فسيقوم بالانتاج مثل ما نريد. هذا هو مفهوم تعدد الوجوه، مفهوم مفيد جدا في البرمجة الكائنية التوجه.